السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم ومساءكم يا رب، الله يرضى عليكم. حابة أعمل أكلة بالبقلة. البقلة ما بعرف شو بسموها، في بلاد اسمها فرفحينا، في ما بعرف أظن هيك اسمها، هاي اسمها بقلة عنا. أنا هاي بنستعملها كتير للفتوش، لما بنعمل فتوش برمضان بناخد هدول الليفز شايفة وبنحطهم في مع الفتوش تبع رمضان، كتير كتير بيطلع زاكي معه. هلا بتجيبي ضمتين او ثلاثه من هاي كبار هيك. طبعا قديش انت عدد افراد الاسره عندك؟ بدك راس بصل، بدنا نص راس تومه، بدنا ضمه كزبره، والكزبره هاي والتومه اختياري، يعني في ناس ما بيحبوا يحطوا كزبره وتومه، في ناس بيحطوا بتقدحيلها بالاخر يعني شايفة. وبدنا لحمة، يعني نص كيلو لحمة بكفي، لأنه حول كمية زي ما قلت لك، إذا كانت شفتيها كتيرة بتقيمي منها. وبدنا زر بندورة ممكن تنين، بتقطعيهم صغير صغير كمان. وبدنا زيت ذرة أو سمنة حسب ما بتحبي أنتي. طبعا بناكلها مع رز هاي أو تغميس، إذا كانت بتخففي المرأة ما بتخلي عليها مي كتير، يعني كتير طيبة ومفيدة جدا جدا، هاي كمان للدم كتير منيحة. اوكي، هاي المقادير. بدي ارجيكي كيف ننظفها. هاي ممكن تاخديها انت من هون، شايفة هدول العروق ما ترميهم اللي هون محطوطين لتحت هيك، ونقطعها طريقة يعني بدنا نقصها، يعني خلينا نقول لهون هيك. في بحبوا يحطوا العروق كمان زاكية معاها بفرموها، مش يعني بس ورق مع عروق، معلش كتير طرية وزاكية العروق، شايفة كيف بتفصل بسرعة، مش انها يابسة. اذا يابسة ما تحطيها ماما، شايفة. بعدين بنفرمها، ممكن تفرميها انعم من هيك، بس هيك كويس. وبتغسليها مظبوط مظبوط، إذا بتحبي تغسليها قبل بصير، بس أنا بحب أغسلها لأنه بدنا ننقيها، تنقي الورق وتنقي إذا كان فيها أي إشي وسخ. وبتقيميها وبتغسليها. هلا بنعمل البصلة مع اللحمة وبنقلبها وبنضيف هاي بعد ما نغسلها عليها، وبعدين بنحط زر البندورة وبنفرمه. في ناس بحبوا يضيفوا حمص حب مسلوق، بتضيفي عليها كمان بتعطي نكهة زاكية ومنظر حلو كتير كتير. برجع إليك. هذا بقلب اللحمة أول مع معلقة سمنة عشان بديها لحمة خشنة، بعدين بضيف البصل. نشف المية تاعتها شوي، نقلبها اللحمة، نضيف البصل، نخليها تستوي، بعدين بضيف البقلة بعد ما نغسلها والبندورة. قلت لك ممكن تحط حمص، هذا برجع لك اختياري ماما، في شغلات يعني الطعم اختياري. خليها تنشف شوي نحن، نضيف البصلة. نعم، ضفنا البصلة، شايفة، نقلبها ونحط لها البهارات. أنا نسيت أقول لك على البهارات، هو ملح وفلفل وقرفة شوي صغيرة، ملح وفلفل أسود. هلا بنحط بس تستوي اللحمة شوي. أوكي، أنا راح أغطيها، لا تتعلم. نضيفهم هاي البندورة كمان، ناعم، وبحط البهارات، نحط معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، شوية هيل، وطحون، نحط قرفة. الله، أحلى ريحة القرفة، شوي نعم نكتر. اوكي، نعمل البهارات، لازم تضلها مسكرة
مظبوط، حتى الريحه ما تروحش منها. احلى هالريحه. بدي اقول لك البقله ما لها عمر، يعني عمر بسرعه بتخرب لما بتجيبيها، لما تجيبيها يعني كوني ناويه بكره تطبخيها. هي هلا موسمها على فكره بالشتاء وبالبرد اكثر شيء بلاحظها، فلما بدك هلا تطبخيها اليوم او بكره بتجيبيها. اذا كان بدها تطول عندك بتلاقيها هيك يعني بتمقمق هيك، وبصير كيف يعني بتصير الورق مش نافع، مش خرج يعني. اوكي، هاي انتبهي عليها النقطة. خليني افرم البندورة واضيفها، وكمان البندورة اختياري، كلياتها الاكلة هاي اختيارية، كل اشي ايش بتحبوا تضيفوا عليها بتضيفوا، يعني بدك تضيفي عليها كزبرة وتوم كمان اختياري، بدك تضيفي عليها بندورة اختياري، زي ما بدك، بس انا يعني بحكي لك ايش من تجربتي انها هيك زاكة بتطلع. اوكي، فلما تيجي انت تقولي ليش حطت بندورة، في ناس ما بحطوا، في ناس ما بحطوا كزبرة وتومة، بحطوها بس هي بقلوها مع البصل واللحمة بقلبوها شوي، وما بتغلي كتير هي على فكرة، قوام تستوي البقلة، قوام تستوي زي السبانخ سريعة، عشان هيك بدي اسد هدول قبل. هونكم هون تشموا هالريحة الحلوة، يا سلام تشهي على فكرة. ممكن نضيف البندورة هلا بعدين نضيفها. بدي اضيف البقلة بعد ما غسلناها منيح، صفيناها بالمصفاي، شايفة؟ نضيفها على اللحمة والبصل والبندورة. ما بنضيف لها مي، هي رح تطبخ ميتها، شايفة؟ ما أحلاها ما أحلى ريحتها على فكرة، كتير طيبة. ما بدها كتير غلي، هلا بس تدبل هيك شوي خلاص بتسكر، ممكن تغمسيها تغميس، ممكن تاكليها مع رز، أنا رح أعمل رز جنبها. بنحب نضيف معلقة حمص ولا بلاش؟ اوكي، انا بنغطيها بنخليها على نار هادية لغاية ما تستوي. هلا بدي اقدح التومة بالزيت وحط عليها الكزبرة. انا حطيت معلقة سمنة على الاكلة. بدي ارجيكي كيف المرقة صار عليها زي مية، صار عليها مرقة، شايفة؟ مع اني ما حطيت مي ابدا، هي نزت المي مع زر البندورة، شايفة؟ ما بكفي هيك، ما بدنا كتير. اوكي، بكفي هيك، ما تحطي مرقة تصير زي الشوربة، ما بدنا. فهاي هي هيك كويسة. وهلا بحط الكزبرة والثوم ومنسكر عليها خلص. رح اضيف الكزبرة الخضراء الناعمة الحلوة، احلاها. قلت لك احنا بنحط كمية كزبرة بالفريزر، بنقلبها هيك بس بدون تومة، بنخليها تنزل ميتها، وبعدين بنحطها
بعلب صغيره هيك، يعني كل طبخه بطبختها بتحضري لرمضان لاي وقت، مش ضروري رمضان بس. يعني شايفه نجيبها هيك ونضيفها ومنسكر، خلص الطبخه خلصت. عشان ما اسهلها هاي البقله، ما بعرف اظن هي اللي بيقولوها فرفحينه في بلاد، يا ريت اعرف منكم ايش بتسموها ببلدكم. احنا بنقولها بقله، بقله. اوكي، كثير بنستعملها برمضان مع الفتوش زي ما حكيت بالاول. اوكي، حطها خلاص، خليها تغلي غلوة هيك هلأ معالي عشان أحلاها. ما تزيدي مرقة ماما، ما تزيدي مرقة. شوفي كيف المية، شايفة كتير منيحة. يعني هدول ضمتين من البقلة، شوفي عملوا لك هاي الطبخة الصغيرة بتكفي. إذا بدك تجيبي أكثر ممكن، ممكن تحطيه صحن جانبي أنتي، يعني بيكون كويس كمان. أنا بدي أعمل رز بالشعرية، بحب الرز بالشعرية دائما مع السبانخ ومع البقلة ومع شغلات كثيرة. بحب منظره كمان وطعمه. فبنقلب هلا هيك نص كوباية، إذا تحبي تحطي أكثر بصير. بنقلبه أول شيء مع معلقة سمنة أو زيت أو اللي بدك تستعمليه أنتي، لغاية ما يبدأ يشقر شوي الشعرية. بعدين بنحط أنا كوبايتين رز، رز هذا أمريكي ورز مصري، يعني طويل الحبة وقصير الحبة. بنقع من هاي مع كوباية، شايفة، ومن هاي كوباية، فهذا بيعطي بيطلع طعمه زاكي يعجبني. ما بصير نتركه لأنه بسرعة بتحمر الشعرية وبتنحرق، وإذا انحرقت بصير طعمها مش حلو أبدا ومنظرها مش حلو. خليها هيك على شقار، يعني بس يبدا يتغير اللون هيك، شايفه. بتكوني محضره انت الميه اللي بتغلي او مرقه اذا بدك، بس انا بحط ميه عاديه للرز. شايفه هيك اللون، بدي ارجيك اياه بين معاكي كثير كويس. هلا انا بنزل الرزات هدول بحمصهم معه بدون مي، نحمص. هاي الطريقة ما بخبص معك الرز أبدا، لما تعمل الرز تقليه حمصيه يعني، ولأنه منقوع عليه مي. طبعا أنا ما حطيت مي بس هو منقوع لأنه بطشطش. أحلى تعيري عيال الرز. بتحطي له معلقة ملح، معلقتين، ما احط انا كوبايتين رز، بحط كوبايتين، انا معلقتين ملح دائما. انا عيرت عيال الرز، يعني هدول اخذوا 3 كوبايات. انا بتزيدي شوية صغيرة على نص كوباية عشان الشعرية. اوكي، وهلا بنغطيه ونخليه على نار حامية شوي على بال ما يغلى ويتشرب المي، بعدين بنوطي النار. اوكي، خلصنا البقلة وتشموا ريحتها شو حلوة، ومع الرز اللي بالشعرية بتجنن على فكرة، كتير طيبة بتعجبكم كتير كتير. صحة وعافية على قلوبكم.